أكدت السلطات الأمريكية أنها تعرفت على هويات القتلى 11 في الهجوم على الكنيسة اليهودي في بيستبيرغ في ولاية بنسلفانيا، موضحة أن مطلق النار روبرت باورز عبر عن رغبته في قتل اليهود. وقال النائب العام لغرب بنسلفانيا سكوت برادي، قال إنه تم توجيه 29 تهمة لباوزر وقد يحكم عليه بالإعدام، بينما أعلن الرئيس الأمريكي أنه لا تسامح مع معاداة السامية وجرائم الكراهية الدينية. للمزيد تنضم معنا مراسلتنا من واشنطن ريما أبو حمدية. ريما، يعني حتى هذه اللحظة كيف تسير تداعيات هذه الحادثة على المستوى الرسمي السياسي الشعبي؟ على المستوى الرسمي هناك إدانات بطبيعة الحال من كافة الأمريكيين على المستوى الرسمي، من الإدارة الأمريكية، نائب الرئيس، الرئيس الأمريكي، وزير الدفاع، كل الرسميين في الولايات المتحدة، المسؤولين في الولايات المتحدة يدينون ويجبون هذه المجزرة التي حصلت في كنيس يهودي في بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا الأمريكية. بطبيعة الحال هذا الرد متوقع في مثل هكذا حوادث إطلاق نار عشوائية. على المستوى الشعبي هناك غضب كبير، وهذا الغضب ينقسم بين الأمريكيين، أولئك الذين يريدون أن يكون هناك تقنين لحمل الأسلحة في الولايات المتحدة، خاصة وأن باورز الذي استهدف هذا الكنيس اليهودي كان يحمل أسلحة أوتوماتيكية، عدة أنواع من الأسلحة، وكان يحمل سلاح أوتوماتيكي R15، وهو نفس السلاح الذي استخدم في عمليات أو في حوادث إطلاق نار عشوائية في الولايات المتحدة، سواء في مدارس أو مراكز تسوق وما إلى ذلك. هناك أيضا القسم الآخر، هناك أيضا القسم الآخر الذي يقول إن الحل لمثل هذه الحوادث هو بتسليح أو بزيادة تسليح المدنيين في المنشآت المدنية، وهذا ما يدعو إليه الرئيس الأمريكي. بكل الأحوال هذه الحادثة فتحت أبواب جدل وليس جدل واحد في الولايات المتحدة. أعدت تقرير حول آخر مجريات التحقيقات والجدل الذي فتح في الولايات المتحدة حول هذه الحادثة لنشاهد. جريمة كراهية، على هذا الأساس تحقق السلطات الأمريكية في حادثة إطلاق النار على كنيس يهودي بولاية بنسلفانيا. فالجريمة حصلت في مكان عبادة. روبرت باورز الذي استخدم أسلحة مختلفة لارتكاب جريمته يواجه الآن 29 تهمة. يواجه باورز 29 تهمة فيدرالية منفصلة، 11 منها لقتل أناس أثناء ممارسة شعائرهم الدينية، و11 تهمة أخرى لاستخدامه أسلحة لارتكاب جريمة قتل. عقوبة كل واحدة من هذه التهم هي الإعدام. من الواضح أن السلطات تتفادى التعامل مع الجريمة بوصفها عملا إرهابيا كشأنها في سائر حوادث إطلاق النار التي يرتكبها أمريكيون من دعاة تفوق العرق الأبيض، على خلاف الجرائم التي يرتكبها أشخاص ينحدرون من أصول مسلمة. منتقدو الإدارة الحالية يشيرون بأصابع الاتهام إلى سياسات الإدارة الحالية التي أعطت شحنة لليمين المتطرف، وكانت بحسب رأيهم سببا في ارتفاع وتيرة حوادث إطلاق النار التي تستهدف الأقليات والمهاجرين. سمعت تصريحات الرئيس التي أكد فيها على ضرورة تسليح الحراس في الكنس والكنائس والمساجد، وسمعت النقاش على مدى العام الماضي بشأن تسليح الحراس في المدارس. نحن نتعامل مع تصرف غير عقلاني، لا يمكن أن نتحدث بعقلانية مع شخص يدخل إلى كنيس ويقتل 11 شخصا. There is no way that you can rationalize. ارتفعت حوادث استهداف الأقليات وأتباع الديانات المختلفة في الولايات المتحدة. عام 2016 كان الأسوأ. ضد المسلمين شهدت الحوادث ارتفاعا بنسبة 19% عن العام الذي سبقه. أما ضد اليهود فسجلت 684 حادثة، بينما كان الأمريكيون من أصول إفريقية أكثر مجموعة إثنية تعرضا لاعتداءات عنصرية.
تتزايد المطالب بالتعامل مع حوادث إطلاق النار العشوائية على أنها أعمال إرهابية، لكن الانتقاء في التعاطي مع هذه الحوادث يبقى سيد الموقف، ولن تتوقف مثل هذه الحوادث طالما لم تتخذ إجراءات حاسمة ضدها، بدءا من قوانين حمل الأسلحة وليس انتهاءا بخطاب سياسي بات بشكل مباشر أو غير مباشر يحرض على الكراهية والعنف. ريما أبو حمدية، تلفزيون العربي، واشنطن. تنضم إلينا من واشنطن عبير كايد، أستاذة محاضرة في العلوم السياسية وباحثة في الشؤون الأمريكية. أهلا بك معنا سيدة عبير. بداية، لماذا صنفت هذه الجريمة على أنها جريمة كراهية ولم تصنف على أنها جريمة إرهابية؟ مساء الخير عليك سرمد وللمشاهدين. أولا، لأن طبعا الذي ارتكب هذه الجريمة هو أمريكي أبيض ومسيحي، إذن هناك خانات معينة لكل جريمة. إذا كان عربي ومسلم فسيكون مباشرة إرهابي بدافع الإرهاب، وإذا كان لاتينو أيضا سيكون ربما خلل عقلي أو اختلال كما نسميه، مختل عقليا إلى آخره. وإذا كان أفريقيا ستكون طبعا من يقولون لك يتعاطى المخدرات أو مجرم أو له سوابق. هنا لا، هنا نحن أمام أبيض يرتكب جريمة، وأنا أسميها هي جريمة إرهاب محلي. لماذا؟ لأن لو عدنا إلى الدوافع التي طبعا دفعت روبرت باوروس لارتكاب هذه الهجمة الإرهابية، هو قالها وكتبها على صفحته على السوشيال ميديا أنه كان يريد أن ينتقم من اليهود، لأنهم هم الذين جمعيات يهودية يسمحون للمهاجرين وصول هذه القافلة التي تحمل من اللاتينوس وغيرهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذن السبب سياسي مباشر. لا أدري لماذا الإعلام يحاول أن يحرف السبب أو نقول الموتيف أو الحافز هو سياسي بحت، لماذا يحولها إلى كراهية؟ هذه طبعا قضية تمس أولا الرأي العام الأمريكي وتمس اليهود الأمريكيين، فالتعامل معها يكون بطريقة مختلفة تماما. أولا لقوة اللوبي الصهيوني هنا، ولأهمية التاريخية للدور اليهودي في الحياة الأمريكية، لهذا هنا تعاطفا أكثر، وكأنهم هم أصحاب الفضل لوجود الولايات المتحدة الأمريكية. طيب، يعني تعتبرين المشكلة في التعاطي يعني الإعلامي بالتحريف ما يجري؟ طيب، ما سبب التحريف إذن؟ سبب التحريف كالتالي. أولا، نحن سرمد أمام رئيس يجب على وزارة أو وزارة العدل أولا محاسبته، وأنا مسؤولة عن ما أقول لعدة أسباب. منذ أن انتخب ترامب وخلال حتى حملته الانتخابية، وكان شعاره يريد أن shut down the mosque، يعني إغلاق كل المساجد، طرد الإسلام، الإسلام الإرهابي إلى آخره، كانت شعارات منذ البداية عدائية، وكان خطاب الكراهية لترامب بارزا منذ اليوم الأول. وهذا ما حفز، ما طبعا دفع بالشعبويين الأمريكيين لانتخابه، وانتخب حتى على أساس عنصري بحت. إذن لا أحد ينكر حتى اللحظة العنصرية والكراهية بخطاب ترامب التي تدفع ليس فقط لروبرت باورز أو غيره، لكن الكثير، لأنه هناك لدينا كما كل مجتمع طبيعي خلايا نائمة. وهذا الفكر أنا أسميه مثل أسامة بن لادن. أسامة بن لادن هي فكرة أيديولوجية انتشرت إلى الضعفاء النفوس، وهكذا الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. لا يعني لا، ليس من المشترط أن تكون مسلما وعربيا حتى تكون فقط إرهابي، ولكن أن تحفز كالرئيس ترامب على هذه الكراهية. نعم. والخطابات طبعا المعادية للجميع، فأكيد أنت السبب ببروز هكذا جرائم اليوم. من واشنطن سيدة عبير كايد، أستاذة ومحاضرة في العلوم السياسية والباحثة في الشؤون الأمريكية، شكرا جزيلا لك.